وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: جاءت جنازة ووضعت أمام المصلين وخلف الإمام، وقام أحد الإخوة بوضع سترة للجنازة يعني بينه وبين، فهل يجوز فعله أم سترة الإمام تكفي المصلين؟ هذا الأخ الذي فعل ذلك اجتهد فأخطأ، لأن سترة الإمام سترة للمصلين. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت آتي والنبي بمنى عليه الصلاة والسلام يصلي إلى سترة أو إلى الجدار، وآتي أمشي بين الصف. فهنا لا شيء يقطع، والميت هذا حتى لو وضع فإنه لا يقطع. وأيضا عند عبد الرزاق وغيره أن الإنسان يكون سترة للإنسان، فهذا الفعل الذي فعله هذا الشخص قد أخطأ، عفى الله عنه وعنه، وتكفي سترة الإمام سترة للمأمومين، والله أعلم.